لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة مع رقم أين الله الجزء 37، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. عنوان حلقتنا شيخ الأزهر وتقعيد الدين الجديد. شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وهو بيقول إن السؤال أين الله ده ما يصحش، لأنك كده بتقرب من ذات الله، وذات الله فوق العقل، وإنك لو حبيت تتكلم عن ذات الله كأنك عايز تدخل المحيط في كالشيء، وإن السؤال ده غير منطقي ومستحيل ولا يصح، لأنك لو تسأل السؤال ده يبقى أنت بتسأل عما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا ومحدودا. وكل الكلام ده الحقيقة ما كانش موجه للملحد اللي سأل أين الله، ده كان موجه لرسول الإسلام، لأن أول واحد سأل أين الله هو الرسول. فشيخ الأزهر بعد 1400 سنة بيصحح العقيدة لرسول الإسلام ويفهمه غلطه، ودي مش حاجة جديدة على المذهب الأشاعرة، لأن في حلقة قبل كده احنا نقلنا لحضراتكم كلام من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيتكلم عن مؤسس المذهب الأشعري وهو أبو حسن الأشعري، وإزاي إنه كان بيفكر في الفتنة اللي بين المسلمين. وطبعا الفتنة دي في إيه؟ في العقيدة، بالظبط نفس الفتنة في العقيدة اللي بيتكلم عنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وإزاي إن أبو حسن الأشعري كان مهموم بسبب الفتنة بين المسلمين اللي في أيامه. فالراجل اختفى في بيته أسبوعين يعني، وطبعا أنا مش عارفة ليه بالظبط هما أسبوعين، ليه ما يكونش شهر مثلا، وبعد كده خرج للجامع وارتقى المنبر وقال من عرفني فقد عرفني، وقال للناس أنا كنت على مذهب المعتزلة وأنا رجعت عن المذهب ده، وقلع هدومه ورماها في وجوه الناس وقال زي ما انخلعت أو زي ما خلعت هدومي إني أنخلع من مذهب المعتزلة. مش عارفة هل المعتزلة كان ليهم زي ساعتها. المهم إنه بعد كده راح وعمل إيه؟ عمل مذهب جديد. ونشوف الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو بيقول الكلام ده، وطبعا الكلام ده معناه خطير وهشرحه بشكل سريع بعد ما نشوف الفيديو اللي جاي. ولكن فجأة ألمت به حالة فكرية، اختفى أو يعني اختفى في بيته أسبوعين، ثم خرج بعد الأسبوعين وذهب إلى الجامع في البصرة وارتقى المنبر وقال كلام يعني من عرفني فقد عرفني إلى آخره، ثم بعد ذلك تحدث أني كنت على مذهب المعتزلة كذا وأنا الآن راجع عن هذا المذهب وقد استقبلت الله، وقال أنا الآن أنخلع من مذهب المعتزلة، وانخلع من ثوب كان على جسده ورمى به في وجوه الناس، ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد. أبو حسن الأشعري هو مؤسس المذهب الأشعري، ألمت به حالة فكرية، وأنا برضو مش فاهمة قوي يعني إيه ألمت به حالة فكرية، يعني إيه؟ يعني مثلا جاله وحي كده يعني مثلا، ولا رسول الإسلام كان بيجي يقول له غير دي واعمل دي. المهم إنه اختفى أسبوعين في الحالة الفكرية دي، وبعدها راح المسجد وارتقى المنبر وقال إنه كان على إيه مذهب المعتزلة، وإنه راجع عن هذا المذهب وقد استخار الله وانخلع عن مذهب المعتزلة وخلع ثوبه ورماه في وجوه الناس، وأهم نقطة إنه بدأ المذهب الجديد. وخلينا نشوفها تاني في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض. ثم بعد ذلك ذهب وبدأ المذهب الجديد. زي ما شفت حضراتكم الشيخ الأزهر بيقول أهم نقطة إنه بدأ المذهب الجديد، في الحقيقة هو مش مذهب، ده دين جديد. المهم كلمة جديد معناها إن في حاجة قديمة انتهت صلاحيتها خلاص، فما بقتش تنفع في الوقت اللي كان فيه أبو حسن الأشعري، علشان كده إحنا محتاجين حاجة جديدة، مذهب جديد، دين جديد. واسمعوا وشوفوا يا مسلمين وشوفوا الكارثة اللي هيقولها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي. هو الحقيقة في المؤرخين هنا أو المحللون يكتبون أسبابا عدة، بعضهم يعني زي ابن عساكر مثلا
ينص على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات وهو يطلب منه أن يقاعد المذهب الجديد واللي هو مذهب أهل الحق ويبتعد من هذا المذهب. وطبعا أول رؤية هو يعني لم يكاد يصدق، ثم جاءت الرؤية الثانية وأكدت عليه إلى أن خرج إلى المسجد وأعلن هذا. رسول الإسلام راح في المنام 3 مرات لأبو حسن الأشعري، شفت المصيبة اللي قالها الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، إن الرسول هو اللي ضلل الناس وعمل الفتنة بين المسلمين. فالرسول في قبره ندم إنه عمل كده، إزاي أنا ضللت الناس وعملت فتنة، أنا لازم أصحح الغلطة دي وأروح لأبو حسن الأشعري وأقول له يقاعد المذهب الجديد اللي هو مذهب أهل الحق، ده أنا رغم إني رسول الله لكن غلطت وعملت مذهب باطل. وطبعا أبو حسن الأشعري لما عمل المذهب الجديد ده كان برضو بيقول نفس كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب اللي شفتوه في الحلقات اللي فاتت واللي هتشوفه غيره كتير في الحلقات الجاية. ده أبو حسن الأشعري غير الدين بالكامل لأنه كان باطل. طيب فليه شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب ما يعملش كده وما يصححش بعض الأخطاء في العقيدة اللي وقع فيها رسول الإسلام، وخصوصا إن الأخطاء دي كارثية وتسببت في فتنة كبيرة بين المسلمين. وفي حاجة عاوز أقولها بشكل سريع، أنا من وقت اللي بدأت فيه أتكلم عن معركة أين الله كنت بجيب كلام أهل السنة الأشعرة طبعا بصوت الصورة، وقصاده كلام ولاة الحنابلة الوهابية النجدية، ده لأن في معركة بينهم وبيردوا على بعض. طبعا مش لازم يكون الرد بشكل شخصي ولكن بيردوا على بعض في العقيدة. فالأشاعرة بيقولوا الوهابية، الوهابية بيقولوا الأشاعرة. لكن في الحلقات اللي بدأت أتكلم فيها عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب لاحظت حضراتكم إني ما جبتش أي ردود للوهابية، والسبب إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب مش بيعتبر الوهابية طرف في معركة أين الله، لأنه بيعتبرهم ضحية مضحوك عليهم تم تضليلهم. وشيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيعتبر إن الطرف الحقيقي أو العدو الحقيقي في المعركة دي أو يعني في معركة أين الله هو رسول الإسلام نفسه، وهو سبب الفتنة، وهو أبو المصايب اللي حصلت وبتحصل وهتحصل بين المسلمين بسبب أخطاء رسول الإسلام المتعمدة في العقيدة. عشان كده شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في مواجهة على طول الخط في كل الفيديوهات اللي هتشوفوها واللي شفتوها، أقرر في مواجهة مع رسول الإسلام نفسه ما جابش سيرة الوهابية أبدا، وما قالش إن الوهابية هم اللي بيفسروا كلام الرسول على مزاجهم أبدا، ده نازل تقطيع في رسول الإسلام تحديدا أو في كلام الرسول. ونواصل مع حضراتكم معركة أين الله الحقيقية بين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبين رسول الإسلام نفسه ونشوف الفيديو اللي جاي. لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا، أن تسألني أين يوجد تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيطه به المكان ملموسا محدودا. وزي ما شفت الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول لابد أن يكون السؤال منطقيا، أن تسألني أين يوجد. المشكلة أن الشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لا توقف عن اتهام رسول الإسلام بأن كلامه مش منطقي وبس، لا ده برضه في اتهام تاني لا يقل خطورة عن الاتهام الأول. يا مسلمين، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اللي المفروض إن هو الإمام الأكبر لأكبر مؤسسة دينية إسلامية عربية بيطعن في عقيدة الرسول وبيطعن في عقلية الرسول، لأنه طالما رسول الإسلام من عند الله وكلامه مش منطقي يبقى ده عنده إيه؟ عنده خلل عقلي. ده معنى كلام شيخ الأزهر. يا شيخ الأزهر يعني انت كنت فين من زمان؟ يا ريت يا اخي كنت انت الرسول بنفسك، يعني اللي الله اختارك بدل ما اختار لنا كده رسول ما عندوش منطق وفي اسئلته ومش بيفهم وبيسال اسئله كمان اتسببت في فتنه بين المسلمين عموما ملحوقه اهو، اديك يعني عمال تصحح الاخطاء وكله بثوابه. لو اخطات لك اجر ولو اصبت لك اجران. وتابعوني في الحلقه الجايه ونتابع مع بعض مواكبة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لرسول الإسلام، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله.
يؤدني بأول عقوبة بين عقول